خلاني نسيت التسجيل. كويس. طيب المهم نبدا بقى الكلام الجديد. الكلام الجديد بقى بيقول ايه؟ انا دلوقتي لو دخلت طفل معلش هو انا بس كان عندي سؤال، هو دلوقتي لو في السنسوري، لو سنسوري كوز وهو عامل سبريشن، هل لو قفل العين الثانيه هيبقى زي الموتور هي 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 هيلغي السبريشن ولا كده مش هيلغي السبريشن؟ سبريشن هيبقى. وده احنا على فكره كده كده اخر موضوع هنختم بيه السكويلت، اللي هو يعني اول ربع ساعه او نص ساعه من الحصه بتاعت المره اللي جايه. ايوه هنتكلم على موضوع كامل اسمه امبليوبيا. امبليوبيا هو ليس قرار بالعمى، امبليوبيا هو قرار باليوني اوكيلاريتي. يعني يوني اوكيلاريتي يعني المخ قرر نمشي بعين واحده ات تايم. فلو انا عندي مشكله سنس، كان عندي تورس في ناحيه او كاتركت في ناحيه، خلت الصوره بتاع العين دي سيئه، فالمخ عمل لها ايه؟ سبريشن. قال انا مش هاخد منك صوره، انت مخبطاني، الصوره اللي جايباها مش زي الصوره دي. طيب هل ده معناه ان العين دي بقت بلايند؟ لا 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 خالص، هي لا وجود لها فعلا طول ما العين الثانيه موجوده. لكن لو عمل كده لازم يشيل السبريشن من العين دي ويتعامل بيها، ياخد منها الصوره على عيبها عشان ما يمشيش بلايند. ايه ده؟ يعني لجأ للعين دي اول ما ورط له العين دي. فهو اذا القرار السبريشن هو قرار انه هيمشي بعين واحده ات تايم، مش قرار بالعمى. والعين الواحده دي دايما بتكون عين معينه لو في فيجن ان ايكوال، والفيجن ان ايكوال في اي سبب؟ السبب السنس. يعني عين الشمال بتشوف كويس، عين اليمين كان فيها كاتلك كان فيها توزيس، يبقى هيبقى السبريشن دايما هنا. امتى يشيل السبريشن؟ لما غطي عين الشمال الحلو، ساعتها يلجا لدي على عين. لكن لو موتور، الموتور هنا اتفقنا مش مشكله في النظر، الفيجن ايكوال. هو بيسبريس العين السكوينتد ات تايم، يعني انا عادل دي دلوقتي ودي سكوينتد، طب غمضت دي اروح عادل دي وهكمل بيها بعد كده، يعني حتى بعد ما افتح دي هكمل بيها لان الفيجن هنا ايكوال. فاذا هي الفكره انه بيالترنيت السبريشن. اذا السبريشن هو ليس قرار بالعمى وانما قرار بالايه؟ باليوني اوكيلاريتي. وصلت كده؟ اه تمام تمام كده يا دكتور. يلا بينا رفع. ما بين الموتور والسنسوري ان ده هيكمل، يعني بالموتور بعد ما يفتحها ده هيكمل بيها بعد ما شالها سبريشن، لكن في السنسوري بعد ما شالها سبريشن. والكلام ده هنأكده حالا لما هنتكلم هنا حالا دلوقتي، هنتعاد تاني عشان كده بقول لكم بقى النهارده هنعرف البروبر سيت اب للمعلومات في دماغكم. بداية كده وانا قاعد بدردش مع الام اللي جايه لي بعيل صغير محول، هاخد منها هيستوري. الهيستوري ده هيفيدني، لكن طبعا الاهم من الهيستوري الساينس. انا عايز اسال الام ايه في الهيستوري؟ ده كلام زياده عن اللي موجود في كتابي، عشان بذاكر من كتابي بس يبقى عارف ان الجزء اللي فوق ده موجود في كتاب الاسم وهنستعين بيه. لازم تبقى عارف. بسال الام، هو انت خدت بالك ان الولد اللي انت جايباه تشتكي من السكوينت، بدا السكوينت عنده امتى؟ لو قالت لي لا ده بدا بدري قوي، عنده هو عنده 3 شهور، عنده 5 شهور، يعني في اول 6 شهور من عمره. اذا اعرف ان البدايه بسبب هذا السكوينت كونجينيتال امبالانس في العضلات. وانا اتفقنا الكونجينيتال ايزوتروبي اكتر من الاكسو. فاذا لو البدايه كانت قبل 6 شهور اعرف ان انت عندك النوع الاسوء، لان لما يكون النوع بدري قوي كده ده معناه انه هيحصل فيلير عنيف وريزيستنس عنيف، ان الولد ده بعد حتى ما تصلح السكوينت يرجع للباينوكولار فيجن، لانه كده من بداياته كده ما تعودش على الباينوكولار فيجن اصلا. فاذا النوع المور ريزيستنت تريتمنت او البروجنوز بتاعه سيء، ولازم تعالجه بسرعه جدا 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 عشان تخلي المخ يقدر يتعامل تاني بالعينتين، هو النوع اللي اسمه ايه؟ كونجنيتال. فانا عايز اعرف هل انا قدام النوع الاسوء كونجنيتال ولا النوع الارحم اللي هو بيبقى ديفلوبت ليتر اون عن سن سنتين ثلاث سنين اربع سنين، ده النوع الاسهل في علاجه. اذا بنسال الانسر بدا امتى عشان ابقى عارف انا داخل على اي حاله كونجنيتال ايزوتروبيا يعني كونجنيتال كوز، ولا النوع اللي هو بيبقى ليتر اون اكوايرد يعني اللي هو بيحصل بعد ولد اتولد وكان شايف كويس وعينيه الاثنين ربطهم ببعض وبعدين بدا عينيه تحول. فاذا البروجنوز احسن في النوع اللي بيحصل اللي اسمه اكواير وليس كونجنت. بسال كمان الام، هل انت ملاحظه عين معينه هي السكوينت طول الوقت؟ يعني هل هو يونيلاترال ولا بيبدل؟ انت عارف الام الشكوى اللي بيقولوها للاهالي بتخلينا نعرف ان ده الترنيتنج من قبل ما افحص، تقول لي الولد ده او البنت دي احنا ما بنبقاش عارفين هي بصلنا باي عين، واضح انها عماله تركز بدي ومحولها بدي، شويه تعدل دي وتحول لدي، يعني عمال الطفل ده يبدل. اذا لو الام قالت الكومنت ده او قالت لي لا انا كنت مركزه اكتر وفاهمه اكتر تقول لي لا ده بيبدل، خلاص بقى نقعد قدام الالترنيت. لكن لو قالت لي لا انا ملاحظه العين اليمين طول الوقت هي محذوفه يعني ديفيتد، يبقى ده يونيلات. مفيش فرق، هي الام تقول اللي هي عايزاه، انا كده كده هفحص واتاكد، لكن انا بساله بالمره يعني بالمره واحنا بندردش مع الام.
ايه كمان؟ بسأل هل انت شايفه ان السكوينت طول الوقت موجود ولا بيظهر احيانا ويختفي احيانا؟ يعني هل هي يعني عايز اقول مثلا هو فاكرين النوع ليتد، فاذا لو قالت للدكتور انا في اوقات كتيره بلاقيه معدول واوقات تانية الاقيه محول، وغالبا عارف لو هو النوع ده يقول لك، بتقول لك مثلا ايه على قبل ما يجي ينام، يعني واضح بقى ان مخه تعب بقى عمال يتشقى ويهابر ويجري يحصل له فتيج باين فتيج. فاذا انا عايز اعرف برضه من باب الكلام مع الام تقول لي اذا كان الحول شايفاه متقطع ولا ثابت. لو ثابت يبقى النوع ده، لو متقطع يبقى النوع اللي فات اللي اسمه ليتنت. كمان بسألها هل في حد في عيلته كان عنده هيستوري في سكوينت وعمل عمليات ليها علاقه بالسكوينت او غطوا له عين من الاثنين، على اعتبار ان سبب من الاسباب المهمه قوي كونجنيتال، وكمان حتى الايرور كونجنيتال ديزيز بتورث والايرورز اوف ريفلكشن بتورث. فاحنا عايزين نعرف اذا كان هل هناك يعني بوزيتيف فاميلي هيستوري ولا لا عشان نعرف الموضوع ماشي ازاي. هل كمان حصل علاج للولد ده قبل ما يجي لي ولا لا؟ مهم قوي يعرف حد بدا مع علاج والعلاج ايه وصل لايه، خصوصا بقى لو كان العلاج بتاعه كان عمليه. ما هو لو انا وصلت لاستنتاج ان العلاج بتاع الولد ده لازم عمليه، فانا مهم اعرف اذا كان في حد مد ايده قبلي ولا لا، لان كده معناه ان الاناتومي بتاع المسلز اتغير. انا هفتح واسلك ولا شيء فايبروزيس واديشنز وممكن ما الاقيش العضله في مكانها لو حد غير مكان العضله، وهنعرف ليه بنغير مكان العضله. فاذا مهم قوي ابقى عارف انا داخل على ايه قبل ما مد ايدي في الولد ده، فلازم اسال على هيستوري اوف بريفيوس تريتمنت. إذا البوينتس دي في الهيستوري لازم تفولفيل إت، خصوصا دي فاميلي هيستوري، وإذا كان عمل علاج ولا لا، على اعتبار إن دول طبعا كمان الأونست، أونست مهم، لكن طبعا يونيلاترال الألترنيتنج انترميتنت ولا كونستنت أنت هتكتشفهم لوحدك بالساينز، وده أفضل بدل ما تعتمد على الهيستوري أنت بنفسك تشوف. يلا بينا بصوا بقى الترتيب المنطقي للأشياء، ركزوا معايا الترتيب المنطقي للأشياء. أنا جالي طفل عنده مانيفست سكوينت، اول حاجه لازم احسمها دلوقتي حالا الواد ده عنده مانيفست كونكوميتنت ولا مانيفست ايه باراليتيك، مش كده؟ مش هم دول نايم تو مانيفست؟ اذا دي بدايه اصلا. اذا البدايه نمبر 1 اتست، اعمل كلينيكال ساين كده اعرف بيها انا قدام النوع ده ولا النوع اللي اسمه انكوميتنت اللي هو الباراليتيك يعني. وهنا بقى هحاول ابسط لكم الدنيا عشان نربط الربط اللي وعدتكم بيه المره اللي فاتت. بصوا معايا انا راسم لك عينتين، عين معدولة وعين سكوينتد، وادي عين معدولة وعين سكوينتد، والاثنين طفلين يلا عندهم 5 سنين وليكن طفل 5 سنين. هل هناك ما يمنع ان يكون الطفل ده عنده سكوينت بس نوع باراليتيك؟ لا يمنع طبعا، ممكن يكون اتخبط يعني ايه المشكلة تروما ويعمل على مرجيحة ولا على سلم ولا ها خبط في راسه حصل له باراليتيك سكوينت، وممكن يكون كونكومتنت طبعا بما انه حصل بدري. ايه ده يعني؟ انا كاتب ده راسم لك رسمتين وكان العينتين سكوينتد زي بعض بالظبط، حلو كده؟ ونفس الاتجاه، والاثنين داخلين لك والاثنين نفس السن الاطفال، قد يكون كونكومتنت واحد منهم وقد يكون الثاني باراليتيك، اعرفهم ازاي من بعض؟ الاول تعالى اقنعك، اقنعك الاول ليه دخلتهم تبقى زي بعض. بص يا سيدي، بص يا جماعه، دلوقتي انا بشبه الباراليتيك سكوينت لما عين مشيت كده باتنين بيشدوا الحبل قدام بعض. هل انا واحد ميت حطولي حبل في ايدي وراح اقسم ايدي على الحبل، راح واحد ناحية التانية مسك الطرف التاني بس عايش، ايه رأيك؟ هيصفروا يلا ابدأوا شدوا قدام بعض. يا عم انت مجنون، مين يشد؟ ما انت بتكلم واحد ميت، التاني عايش هينفذ؟ هينفذ. يبقى هيقدر يشدني ولا لا؟ طبعا العايش هيشدني لان انا ما بقاومش فرحت ناحيته. خلاص، عضله ميته اسمها ميديا ريكتس قدامها عضله عايشه اسمها لاتا ريكتس، وبالتالي مين العين راحت ناحيه مين؟ ناحيه العايش، لان العايش شد العين من دون مقاومه. تعالوا بقى نروح للنوع ده، نوع اسمه ايه ده؟ كونكومتنت. ليه الدخله نفس المنظر؟ اصلا عندي عضلتين ميديا ريكتس ولاتا ريكتس ان ايكوال، ميديا ريكتس اضعف من اللاتا ريكتس، ولا اقول لك الميديا ريكتس نورمال بس اللاتا ريكتس اقوى؟ ايه ده يعني؟ ده ريلاتيف يعني عضله اقوى من الثانيه. ايه رايك لو نفس المثال انا قوي ومسكوني حبل في ايديا اهو انا مستعد اهو وقدامي واحد ثاني اقوى واقول له يلا شد قدام بعض، طالما هو اقوى هيشدني برضه ولا لا؟ طبعا شدني. ايه ده، خدت بالك النتيجه واحده ليه؟ واحد ميت قدامه عايش فالعضله العايشه شدت العين،
عضلة قوية قدامها عضلة أضعف فالأقوى شد العين. لغاية كده أنا ما أقدرش أعرفهم من بعض لأن الاتنين دخلتهم هتبقى هي ذا سيم. أكشفهم إمتى؟ بص أكشفهم إمتى؟ لما تيجي بقى في المثال ده نرجع تاني مين؟ باراليتك. تروح للعضلة دي أو خلينا في المثال بتاع الحبل، الراجل العايش شدني ما أنا ميت. رحت بقى للعايش الناحية التانية قلت له لو سمحت استأذوق ما تشدش بقى، خلي عندك دم، ما تعملش أي شد، امسك الحبل منظر بس. ورحت جاي تقول لي أنا ميت بقى، ها؟ يلا فرصتك شد بقى، هو ساب خلاص مش هيشد قدامك. يا عم أنت أهبل، بتكلم مين؟ ده أنا ميت، يعني أنت عمال تخبط وتصحي واحد ميت. يبقى إذا ده اللي إحنا قلناه على فكرة، لما المخ يقرر يبعت اكسيتاتوري امبلسز للعضلة دي. طالما بعت اكسيتاتوري هنا هيبعت ايه هنا يا جماعه؟ انهبيتوري. وبالتالي ايه رايك؟ هل هنا الوضع اتغير؟ خالص. فاكرين ده اللي احنا قلناه فين يا جماعه؟ ده اللي احنا قلناه في السكندري انجل. فاكرين لما غطينا العين، العين دي وجبنا نور التورش الناحيه دي والمخ قاعد يبعت اكسيتاتوري هنا ما نفذتش؟ وطالما بعت اكسيتاتوري يبقى اكيد بعت ايه؟ انهبيتوري هنا. لكن لا حياه لمن تنادي لان دي مشلوله اصلا، عمال تستيميليت حد ميت. كان نفس عدد الامبلس دي بيروح لمين هنا؟ لاختها التوأم من الناحيه الثانيه اللي انت مغطيها، فكانت دي بتمشي ولا لا؟ فالانجل بتتغير. عشان كده في الباراليتيك السكند الانجل كانت اكبر من ايه؟ من البرايمري انجل. تعالى بقى في النوع بتاع النهارده كونكومتنت. العضله دي اضعف من دي، يعني مين ريكتس اضعف؟ فلما كانوا بيشدوا قدام بعض زي ما اديتك المثال، الاقوى شد الاضعف. ايه رايك لما تدي قرار وتروح للاقوى تقول له لو سمحت ما تشدش بقى، امسك الحبل منظر. انا بقى فيا قوه ولا لا؟ طبعا، بس انا كنت مقارنه بيه اضعف منه. لما هو بطل يشد بقيت انا الاقوى ولا لا؟ يبقى لما تقول لي يلا فرصتك، انا خليته ما يشد، شد انت بقى، هجيبه ولا مش هجيبه؟ طبعا هجيبه خلاص. ايه ده يعني؟ اذا لما المخ يدي قرار ويبعت امبلسز وليكن خمسه مثلا لميديا ريكتس انا اكسيتاتوري، يبقى لا لازم يكون بعت قدامهم خمسه انهبيتوري لات ريكتس ولا لا؟ وهنا بقى فرق القوه لصالح مين المره دي؟ العضله دي؟ لان دي بطلت بقت باسف، يبقى الانجي هتتحرك ولا لا؟ هتتحرك. وطالما بعت خمسه هنا هيبعت قدامهم خمسه هنا ولا لا؟ يبقى دي كمان هتتحرك ولا لا؟ يعني لو دي اتحركت 5 مللي دي هتتحرك 5 مللي، طالما الاثنين اتحركوا زي بعض يبقى العلاقه ما بينهم ثابته ولا لا؟ ويبقى كده بيفولو اتش اذر ولا بيتحركوا زي بعض ولا لا؟ عشان كده سمينا النوع اسمه ايه؟ كونكوميتنت. عشان كده قلنا ايه؟ ان الانجل اوف سكوينت كونستنت، مش هتتغير في كل الدايركشن دول. اذا الفكره هنا ان العضله هتنفذ الحركه ولا لا؟ هتنفذ. لانك لما هتبعت لها اكسيتاتوري هتبعت مين؟ انهبيتوري اللي كانت اقوى منها، فبالتالي القوه بقت لصالح العضله اللي انت كنت فيها مشكله. فاذا الفري اوكيولار موتيلتي، عشان كده بقول لكم اول ما بيدخل لي بيشنت عنده مانيفست سكوينت، عنده عين كده وعين كده، اول ضربه تورش بعرف انا قدام الباراليتيك ولا كونكامنت. اقول له ايه؟ امشي الناحيه دي، حرك عينك الاتجاه ده. لو لقيت دي اتحركت ودي ثابته يعني في ليميتيشن، يبقى ده باراليتيك ويبقى الانجل اتغيرت ولا لا؟ طبعا. لكن لو لقيت الاثنين بيتحركوا زي بعض يبقى اذا ده ايه على طول؟ كونكامنت سكوينت. سهله؟ فهمتوا اول ساين؟ فهمتوا ليه فري موتيليتي دي اول ده لازم ابقى فيك ده؟ واضح يا جماعه ولا مش واضح الكلام؟ طالما ما حدش سال يبقى الكلام واضح. اوكي تمام. اوكي يلا ايزي. بعد ما حسمت قبولي في اول فحص اول ساين وعرفت ان انا قدام النوع اللي اسمه كونكومتنت، يبقى اكيد بالترتيب المنطقي عايز اعرف انا قدام اي نوع من الكونكومتنت. بمعنى انا عايز اعرف انا قدام النوع اللي اسمه يونيلاترال ولا الترنيتنج، هل عين واحده معينه بعينها طول الوقت سكوينت ولا الحول ده تبادلي؟ اعرفها ازاي؟ احمد استاذنك بس تقول لي احمد. طيب اعرفها ازاي؟ سهل قوي. قبل ما ابدا اقول اعرف ازاي افرق كلينيكالي ما بين بيشنت عنده يونيلاترال ولا الترنيتنج، عايز حد كده يفتح المايك ويقول لي
هو مين اللي هيبقى عنده يوني لاترال؟ ايه سبب اليوني لاترال؟ ومين سبب الباي لاترال او الاصل الالترنيتنج اساس؟ حد يعرف يجاوبني؟ اظن اليوني لاترال يا دكتور اللي هيبقى عنده عامل سبريشن. ايوه اللي هو عنده ايه يعني؟ سنسوري. عنده سنسوري اوبستكل، يعني عنده ديفكتيف فيجن ان وان اي، مظبوط؟ البداية بسبب بقى كاتركت، بسبب جلوكوما، بسبب توزيس، مش كده؟ وبالتالي المخ لقى عين وحشة، صورتها وحشة، فعمل لها سبريشن، فالعين دي تحديدا اللي حولت، مش دي البداية بتاع اليوني لاترال؟ طيب يلا مين جامد يقول لي بداية الالترنيتنج؟ انه في عضلة أقوى من الثانية، سبب عضلة أقوى من الثانية، سواء كونجنتال أو نتيجة، هو ده. وبالتالي هنا الفيجن في العينتين اولموست ايكوال ولا لا؟ ده طبعا طبعا، لان المخ ما بيغلطش في حقه، اصل هو طالما يبدل ما بين الشمال شويه يعدل الشمال ويحول باليمين، وشويه يعدل اليمين ويحول بالشمال، يبقى اذا مش فارق معاه النظر في اليمين زي الشمال، هو اكيد مخنا مش غبي، اكيد مش هيعدل لك اليمين وهي نظرها اضعف من الشمال، يعني يختار يفكس ويعدل العين اللي بتشوف اوحش. طب ايه ده؟ ده يبقى مخ غبي ولا لا؟ عشان كده بنقول ايه؟ انا كدكتور لما بفحص بقى البيشنت بتاعي مع اول الفحص بتاعي عرف ان انا قدام نوع كونكومتنت، لان لقيت الموتيليتي فري، اقول له طب بص يلا غطي عينك الشمال، ها يلا صندوق العلامات شاف مثلا 6 على 18 مثلا، تمام يلا غطي عينك اليمين، ها لقيته شايف 6 على 18، ايه ده؟ الاثنين زي بعض، يبقى انا غالبا قدام اي نوع لو الفيجن ايكوال كده الترنيتنج. اما لو لقيت عين بتشوف 6 على 6 والثانيه 6 على 60، يبقى انا غالبا قدام مين؟ مش غالبا، ده انا قدام اكيد النوع اليوني لاترال، ما هو اكيد المخ هيبقى طول الوقت عايز يفكس ويبص بمين؟ بال 6 على 6 ويرمي مين؟ ال 6 على 60. اذا لو لقيت الفيجن ان ايكوال يبقى انا قدام نوع اليوني لاترال، لكن لو الفيجن ايكوال يبقى انا قدام النوع الالترنيت. دي طريقه، لكن الطريقه الاهم واللي الكتاب الاسود بتاعنا اعتمدها وكتب كفر ان كفر تيست، كفر ان كفر ام بكذا دور معانا في الفيلم، مش كده؟ اول مره استعملنا كفر ان كفر، مين جامد هيقول لي استعملناها امتى في اول نوع؟ ها في الليتن. ايوه بقى ليتن سكوينت، البني ادم اللي كانت عينه معدوله حطيت له عين من الاثنين وانا حطيت له اوبجكت ثاني عشان اخلي كل عين تشوف ديفرنت اوبجكت، وبعدين بخته افاجئه يعني واشيل ايدي واشوف العين ثابته ولا راجع من مكانها. اذا استعملناها في الليتد. مين جامد يقول لي استعملناها فين تاني؟ باراليتك لما شفنا السكندري انكل اكبر من برايمري. باراليتك لما غطينا العين الفيكسنج وجبنا اتجاه النور في اتجاه الحركه بتاع العضله المشلوله. ودينا ثالث مره بنستخدمه كفر ان كفر تيست عشان اعرف احدد نوع الكونكونتنت. يلا بينا. سي عندي بني ادم اهو عنده العين اليمين سكوينت، نقطه الضوء بتاع التورش بتاعي جوه السنتر اوف ذا بيبل في العين دي، يبقى دي حلوه ولا لا؟ دي حلوه. نقطه الضوء بتاع التورش جت هنا في نص الايس، يبقى دي الوحشه، دي السكوينت. يبقى احنا بدانا كده العيان في دخلته عليا حلته عليا في العياده عنده رايت اكزوتروبيا ولا لا؟ بص هنعمل ايه بقى؟ هنكفر العين الساوند الليفت اي، وطالما سيادتك او ده بقى عشان كده بقول لكم الكلام مربوط ببعض، طالما سيادتك حرمته من العين اللي كان فيكسنج بيها وكان فيكسنج بالعين الشمال حرمته منها، يبقى المخ هيضطر غصب عنه عن عينه، يعني غصب عنه يعمل ايه؟ يروح للعين اللي كان راميها دي يقول لها حبيبتي انت كنت فين؟ انا ماليش غيرك دلوقتي، تعالي بقى. ده اضطر يشيل السبريشن من على العين اليمين ويعدلها علشان ما قداموش غيرها، لان ثبت حرمته من العين اللي كان فيكسنج بيها. اذا بالنسبه لك انت كدكتور دلوقتي العين اليمين اتعدلت عشان لا يوجد غيرها، صح؟ وتلاقي نقطه الضوء بقت في نص الايريس ولا لا؟ يلا سؤال ليكوا كلكوا، والاسرع هو الاحسن. المخ عدل اليمين لان مفيش غيرها، لان غطيت له الشمال بس اكفر، وانت حاطط ايدك حد يتوقع مكان العين الشمال لو سمحته فين؟
في النص ولا راحت في حته؟ راحت لبره. اللي جاوبت نوع ولا مين؟ طيب هاي لها نوع راحت لبره. ليه راحت لبره يا جماعه؟ هيرينج لو. فاكرين لما قلنا ان المخ لما بيبعت اكسيتاتوري امبولسز، هو طالما عدل اليمين يبقى بعت اكسيتاتوري للعضله اسمها ايه؟ ميديال ريكتس، عشان كده عملها. يبقى طالما بعت للميديال ريكتس يبقى غصب عنه بعت لمين؟ لاختها التوأم الناحيه الثانيه ده ريكتس. طالما دي جت كده يبقى دي راحت فين؟ بس ستك مش شايف، ستك كل اللي انت شفته العين اللي انت كشفها. اذا اول ما تغطي له العين الفيكسنج اوتوماتيك اون ذا سبوت لازم يعدل العين السكوين وتلاقي نقطه الضوء بقت في السنتر. حلو. تاني وتالت وعاشر بالنسبه لك العين اللي كانت سكوينتد اتعدلت لانه ما فيش غيرها. حبيبي كتر خيرك. اذا هو لجأ لها لانها لا يوجد بديل ليها دلوقتي. حلو. بص اللي هيحصل بقى، تروح شايل ايدك. اذا انا شلت ايدي من على العين اللي كانت فيكسنج في الاول اللي هي الشمال في المثال ده، طبعا وانا واثق في الاي كيو بتاعكم، لا يوجد غير احتمال من اتنين بعد ما تشيل ايدك، مش كده؟ طالما انت شلت ايدك وكانك بتقول للمخ ها يا سيدي الاتنين بقوا متاحين تاني، العين اليمين والعين الشمال، عايز ايه؟ هما الاحتمالين ايه؟ يقول لك والله مش فارقه يلا كمل زي ما احنا. ايه؟ عايز تعمل ايه؟ كمل زي ما احنا، يعني بعد ما شلت ايدي؟ قال لك مش انا كنت اليمين كانت محوله؟ عدلتها؟ كمل. ايه ده يعني اليمين فضلت معدوله؟ والحول بقى فين؟ مكمل فين؟ ده انت بدات التست السكوينت في الرايت اي لما عملت الكفر، ذن ان كفر السكوينت بقى فين؟ في الليفت. يبقى ده النوع اللي اسمه ايه يا جماعه؟ طالما عرضت عليه الاثنين قال لك يلا كمل، يبقى ده الترنيتنج ولا لا؟ مش فارق معاه يمين زي شمال ولا لا؟ لكن لو اول ما شلت ايدي قال لك لا شلت ايدك ارجع تاني يا عم انا بحب الشمال واحول لي تاني يمين، يبقى السكوينت رجع تاني في نفس العين ولا لا؟ اذا لما شلت الكفر رجع السكوينت بالرايت، يعني بدات بالرايت عملت الكفر شلت الكفر رجع السكوينت بالرايت، يبقى ده النوع اللي اسمه ايه؟ يونيلاترال سكوينت. شفت ازاي الكفر ان كفر تيست عبقري فيري سيمبل يوصلني النو تايم اعرف اذا كان يقع يونيلاترال ولا الترنيتنج. سهل الكلام يا جماعة؟ حد عنده سؤال لغاية كده؟ معلش تاني واحد تاني سامي واحدة يبقى ايه علا؟ لو the eyes follow each other يبقى يعني السكوينت بنشوفه في أي بوزيشن؟ في كل البوزيشنز. بص يا بص يا علا دلوقتي العين بتفولو ايه؟ هو حصل مشكله خلت العينتين ما يقفوش مع بعض لان المخ عنده مشكله زي ما اتفقنا ديتنج سنس تشايلد هود منعت تكوين الباينوكلر فيجن، فهو ما يعرفش يعني ايه باينوكلر فيجن اصلا. واللي بيربط عينيه الاثنين ببعض ان المخ عايز كده عشان السنجل باينوكلر فيجن. والدليل انك اول ما تصحي من النوم الصبح بعد ما عينك كانت اثناء النوم وانت مخك واخد اجازه عينك لبره بلز فينومينو بيعادلهم كده. وتكملي بقيه يومك كده عينك معدوله، فاذا نخلي عينيكي مربوطين ببعض هو ان المخ حس بقيمه رفتهم ببعض اللي هو اسمه سنجل باينوكلر. لما يكون عندي خلل منع التكوين ده فيبدا يحصل سكوينت زي ما اتفقنا، عين كده وعين كده. يبقى انت شايفه السكوينت كده في البرايمري بوزيشن ولا لا؟ العين دي سكوينت. طب لو بص على شماله اهو هيفضل الولاقه هي هي، بص لفوق في كل اتجاهات النظر هي وبس في كل اتجاهات النظر هتفضل الانجل ثابت، يعني العلاقه بينهم ثابته. ايوه بس حضرتك قلت ان هما زي فولو ايتش اذر، يعني هما يعني بيفولو ايتش اذر يعني بيتحركوا زي بعض، يعني المدى بتاع الحركه يمين زي شمال، يعني لو عيني كده وعيني كده دي هتتحرك 10 مللي كده يبقى دي هتتحرك 10 مللي كده، لو دي هتتحرك 10 مللي كده. فهمت الفكره؟ ايوه اوكي شكرا يا دكتور. عفوا دكتور، وهي في البرايمري بوزيشن واحدة واقفة واحدة واقفة باصة في حتة والثانية باصة في حتة. اوكي شكرا يا دكتور. عفوا دكتور، وهي في البرايمري بوزيشن واحدة واقفة واحدة واقفة باصة في حتة والثانية باصة ستريت اهيد، يعني واحد تسعة يس دي معادي والثانية باصة في الاتجاه اللي هي ديفيتد فيه.
بالظبط كده، هو ده اوكي. يعني هو في الريستنج بوزيشن مش زي بعض، في الريستنج بوزيشن واحده واحده. هيتحركوا زي بعض بس هيبقى برضه في علاقه ما بينهم مختله ولا لا، لانه اصلا في زاويه اصلا. اوكي شكرا يا دكتور. بس ده ما يفرقش معانا لان في الريستنج بوزيشن ده نايم يعني مغمض عين. خلاص تمام. شكرا يا دكتور. ممكن نقول اللي بيحصل في الالترنيتنج تاني في الكفر اون كفر تاسك. اوي اوي، يلا خليك معايا يا محمد. دلوقتي انت خدت بالك من الاكزامبل على البور ده؟ العين اليمين سكوينتد. طيب طالما العين اليمين سكوينتد يبقى مين الشمال الساوند السليمه. سيادتك هتكبر اي عين؟ هتكبر الساوند. طالما غطيت السليمه يبقى المخ ما قدموش للدي ولا لا؟ فيضطر يعدلها. عدلها لازم يعدلها غصب عنه عشان لازم يجيب الصوره على الماكر اتليست ان وان اي. فهو جري لجا لها لان ماشي غير. وطالما عدل اليمين وهنا عشان يعدل اليمين لازم يبعت اكسيتاتوري امبلسز لمين يا محمد؟ لليمين. للميديا ريكتس مش كده؟ يجيب العين جوه. طالما بعت لميديا ريكتس هنا يبقى غصب عنه يبعت لمين الناحيه الثانيه يا محمد؟ للفاتا ريكتس. يبقى طالما دي اتعدلت يبقى اليمين مشت لبره. انت مش هتشوف ده لانك مغطي العين. هتشيل ايدك. ايه رايك لو شلت ايدك الوضع الجديد استمر؟ يعني ايه الوضع الجديد استمر؟ مش هو اندر كفر العين اليمين اتعدلت؟ تمام. والشمال احولت. شلت ايدي فضل من على الوضع ده، يعني فضل عادل اليمين وعمل السكوينت او كمل السكوينت مين بالشمال، يبقى مش فارق معاه صح؟ طالما الاثنين متاحين وغير يبقى ده الترنيتنج ولا لا؟ تمام اوكي. وصلت؟ حلو قوي. طب لغايه كده انت معايا ولا لو كان عامل اكسنتريك فيكسيشن بقى هيبقى الموضوع اكيد ريزلت مختلف. ما شاء الله عليك يا نوها، دايما سابقه بخطوه. حلو قوي. انت يعني انت قلتي حاجه قبل ما اسالها. ايه راي حضرتك يلا لو جالك بني ادم كونكوميتنت؟ يلا يا اولاد، وانا بعرف ان البني ادم كونكوميتنت ازاي. بعرف بني ادم اللي عنده سكوينت كونكومتنس ازاي، بتاكد انه كونكومتنس سكوينت ازاي. ري اوكلر موتيليتي. ري اوكلر موتيليتي. ايوه كده هو ده يا محمد، ري اوكلر موتيليتي. خلاص. وكمان السولو نظر لقيت عينين الاثنين بيشوفوا. ما قلتلكش بيشوفوا الفرق قد ايه، المهم الاثنين بيشوفوا. يعني في فيجن، عين مش بلايند، ما عندوش عين بلايند يعني. تاني كده بني ادم فري موتيليتي، يعني عنده كونكومتنس سكوينت. وعين الاثنين بيشوفوا ما عندوش عين بلايند. جيت تعمل له كفر تيست، عملت كفر للعين الساوند، رفض يعدل العين السكوينتد. دي حاله نادره قوي، حاله استثنائيه. وده سؤال اوري يقول لك مين البيشنت اللي تغطي له العين السليمه، انا اسف العين الفيكسنج الساوند يعني، ما يرضاش يعدل العين الثانيه. تقريبا هو كان بيعدل العين دي ليه يا جماعه؟ عشان عايز يجيب الصوره على الكيست على ايه؟ على الماكرة ان وان ار. مش كده؟ فاذا ايه رايك؟ البني ادم الوحيد اللي تغطي له عينه الساوند ويرفض يعدل العين دي لو عنده فولس ماكرة هايل او سودو ماكرة. يعني هو كده بالنسبه له الصوره على نيو ماكرة. مش كده؟ اذا الناس القليله قوي قوي اللي بتختار حل الاكسنتريك فيكسيشن او السودو ماكيولا ده البني ادم الوحيد اللي هتغطي، البني ادم الوحيد الكونكومتنت ده اللي هتغطي له عينه السليمه يرفض يعدل العين السكوينتد رغم انه يقدر يعدلها. عشان كده بقول لكم ايه بقى، بصوا الكلمه اللي هقولها دي. دكتور العيون الشاطر اثناء فحصه السكوينت لازم يمشي على البروتوكول بالترتيب. يعني لازم نمبر 1 تست اعمله مين؟ الموتيليتي. لان ايه رايك لو انت اصلا ما عملتش التست ده انت ما تعرفش، مش ممكن البني ادم بتاعك يكون باراليتيك، فبالتالي لما تيجي تغطي له عينه دي هيعرف يعدل دي؟ فيبقى انت بتقيم حاجه ثانيه غلط خالص. فلازم الاول تتاكد ان العين ينفع تتحرك اصلا مش بارالايز. يبقى اذا البني ادم على الاطلاق بقى، بصوا سؤال على الاطلاق، مين البيشنت اللي هتغطي له العين الساوند ما يعدلش العين السكوينتد اللي عنده باراليتيك؟ ده اول احتمال صح؟
واللي عنده بلايند اي ما يمكن تكون عاميه، عشان كده لازم تاني صح تاني فحص على طول قياس النظر. ما هو لو العين دي ما بتشوفش هو مش هيبص على ايه، هو مش شايف اصلا. فاذا عشان كده لو عملت ده واطمنت ان الموتيليتي فري يبقى يقدر يحرك العين ولا لا، يقدر يحركها. وقياس النظر العينتين بيشوفوا يبقى العين مش بلايند. فلما تيجي بقى توطي له العين السليمه يرفض يعدل السكوينتد، يا لا يوجد احتمال غير ان ده كونكوميتنت، بس المخ بتاعه لجا لحل مين؟ السودو ماكيولا او الاكسنتريك فيكسيشن. دي حاجه زياده مش مطلوبه في الريتن ولا في الام سي كيو، دي حاجه عشان الاورل. سؤالين هنا عشان الاورل. ايه السؤالين؟ اول سؤال، مين على الاطلاق البيشنت اللي تعمل له كفر تيست ما يعدلش العين السكوينتد؟ ثلاثه. مين الثلاثه؟ باراليتيك طبعا، او لو العين السكوينتد بلايند عامية. ثلاث احتمال، لو كونكومتنت عنده مين؟ عنده اكسنتريك فيكسيشن او سودوماكي. السؤال الثاني المور تريكي الاصعب بالنسبه لكم، يقول لك بني ادم عنده كونكومتنت، وطالما قال لك الاسم ده يبقى الموتيليتي على طول فري، وعين الاثنين بيشوفوا في فيجن يعني نو بلايند اي، تعمل له كفر للعين الساوند يرفض يعدل الثانيه، يبقى ده على طول بتاع مين؟ اكسنتريك فيكسيشن او السودو ماكيولا فورميشن. لغايه الساين الثالثه دي الامور سهله ان شاء الله، مش كده؟